إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم، سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. أصدقائي المستمعين، أولا دي آخر حلقة لينا في هذا العام، وإن شاء الله أقول كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله السنة الجاية تكون عام خير لينا جميعا، كل واحد فينا يحقق أماله ويكون أحسن بكتير من الأعوام اللي مضت. أصدقائي، بتمر علينا ذكرى أحد عمالقتنا في مجال الموسيقى، الموسيقى العربية الشرقية الأصيلة، ذكرى عملاق كبير وفنان كبير أثرى الموسيقى بكل أعماله الحقيقة، سواء كانت موسيقى صرفة أو مغناة يعني أغاني أو حتى كعازف لآلة العود، فناننا الكبير فريد الأطرش. وأنا هنا الحقيقة مش في مجال سرد لسيرة فريد الذاتية، وإنما يعني أحاول أستعرض معاكم يمكن نماذج من أهم ما قدمه هو في عالم موسيقانا الشرقية. لو قلنا فريد لازم نقول عازف العود فريد الأطرش اللي إدى لآلة العود الكثير، واللي كان فعلا المثل الأعلى والنبراس لكل عازف عود حاول يمشي يتتبع خطاه. انا واحد من البشر، انا يعني اكتر اتنين اثروا فيا كانوا الله يرحمه الاستاذ فريد والله يرحمه الاستاذ رياض السنباطي. نقول فريد المؤلف الموسيقي، ونقول فريد الملحن، ونقول فريد المطرب، ونقول فريد ذو الطاقة الدرامية الاستعراضية. بالتأكيد هما الخمس نقاط دول هما اللي بيحددوا اهمية فريد الاطرش في عالمنا الموسيقي. في حلقة النهاردة هنغطي بعض الجوانب، مش هنغطيهم كلهم الحقيقة، هنغطي فريد عازف العود هيجي معنا، وفريد مؤلف الموسيقى، وفريد الملحن، وفريد المطرب، ويمكن فريد مؤلف الاستعراضات أو مؤلف موسيقى الموسيقى الاستعراضية نقابله في حلقة أخرى. أصدقائي، فريد الأطرش من أكثر من أثروا الموسيقى العربية، الموسيقى الصرفة البحتة اللي بيقولوا عليها الصمتة، ليه مش فاهم يعني، لكن أنا بفضل أقول الصرفة أو البحتة. قدم أعمال موسيقية كتير جدا، لكنه كمان قدم شيء جديد في وقتها جدا، مش عارف هو ولا الأستاذ رياض السنباطي مين سابق، ولا الأستاذ عبد الوهاب كمان لأنه برضو عملها، أنه يعمل المؤلف منهم يعمل موسيقى مستوحاة من أغنيته. يعني مثلا في حالة فريد نقول عمل مثلا لحن الخلود وموسيقى لحن الخلود، نجوم الليل وموسيقى نجوم الليل، حكاية غرامي وموسيقى حكاية غرامي، حبيب العمر وموسيقى حبيب العمر إلى آخره، يعني كرر هذا الأمر كتير قوي. ده كان طبعا السينما كانت بتديله هذه الفرصة، لأنه كان بيطلع يغني مثلا في الأوبرا وبفرقة كبيرة ضخمة جدا وراه كده، فكانت قدامه فرصة أنه يعمل ده وباقتدار شديد. الحقيقة أنا اخترت لكم عملين من اللي فريد عمل لهم موسيقى، يعني موسيقى خاصة بالأغنية. هنبتدي بأولهم أغنية نجوم الليل، من أحلى ما عمل فريد، سواء كنجوم الليل الموسيقى البحتة أو نجوم الليل الأغنية. طبعا هما مرتبطين ببعض،
لانه زي ما اتفقنا ان الموسيقى مستوحاه من الاغنيه. الاثنين نجوم الليل تاليف شاعرنا الكبير مأمون الشناوي، واستاذ مأمون الشناوي من اكثر الناس اللي تعاملوا مع فريد، كان صاحبه وكان في اتساق روحي ما بينهم، كانوا بيحبوا بعض لحد النهارده، يكلمني عن فريد بحب شديد وبافتقاد، يعني احس انه مفتقده جدا. طبعا زي ما احنا عارفين الكلمات، واضح ان المزاج النفسي مزاج حزين جدا، مزاج قاتم جدا، واضح ان ده كان بيلقى هوى كبير في نفس فريد منذ وفاة اخته اسمهان. فضل هذا الجرح، هذا الجرح فضل لم يندمل طول حياة فريد. وكان بيلاقي، يعني كنا بنلاقي فريد بقى زي ما احنا عارفينه، يعني في احسن حالاته هنا في هذا المود النفسي، يعني او المزاج النفسي. نمسك الموسيقى، الموسيقى وزعها له بيبي المانزا، كان خواجة عايش في مصر، ومعظم العازفين هنا كانوا خواجات عايشين في مصر. المانزا كان اشتغل مع فريد كتير قوي وفاهم روحه كويس قوي، وده باين من التوزيع، ما فيش اغتراب ما بين موسيقى فريد وما بين طريقة تعامل المانزا الأوركسترالي. نشوف عملوا ايه بقى مع بعض. بنبتدي بجملة العرض الرئيسية، دي جملة محترمة فخمة، بناخدها بالأوركسترا كامل، بناخدها بالوتريات وردود الخشب والنحاس، عامل جو إبهار عالي فظيع. بنلاقي بعد كده رد بالوتريات الغليظة، الباصات والشلوهات والخشب الغليظ زي الباس كلارينيت مثلا، زي الفاجوت، بنلاقيهم معانا. آلات بتقول من تحت خالص، تحت تحت، جملة بتوصلنا لرتم بطيء. خلي بالكم من تفعيلة الرتم ده هنا، المانزا بيبي المانزا عامل جو جميل قوي، انه مثلا لو الرتم دوم تك 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 مثلا، بنلاقي التك تك تك دي بالخشب، عامل تفعيلة الرتم شكلها حلو قوي. احنا كل غنوتنا نجوم الليل من مقام الحجاز، هو مقام بيبتدي من الري وبينتهي في الري، ويمكن عرضنا له قبل كده كتير. بنلاقي انه البداية من نهواند صحيح، لكن بنروح للحجاز بسرعة في لمسة سريعة، بنروح منها لجملة ظالم وبحبه من روحي قاسي وبحبه طلنوحي، ودي اول مرة بنشوف فيها الرق والقانون. خلوا بالكم بقى، ظالم دي من الكورد بالمناسبة يعني، وهو من المقامات المجاورة جدا للحجاز، لصيقة بيه جدا. وبعدين قلنا اول مرة للقانون والرق، اول ظهور ده شرقية فريد، خلي بالكم محافظ على الطابع الشرقي. بعدين بناخد سولو قانون في ليه الظلم، ليه ليه القسوة، ليه ليه يا ربي ليه، بيعملها القانون وبترد عليه الفرقة. وبعدين من الاوركسترا والخشبيات بناخد جملة سريعة من مقام الحجاز، من مقام الحجاز، بتأدي الى ريتم اكثر سرعة. وبعدين بناخد جملة جميلة قوي بالوتريات من مقام الحجاز، وبتوصلنا للقفلة. القفلة نفس الجملة اللي ابتدينا بيها، يعني نظام فتح القوس وقفله اللي اتكلمنا عنه في حلقات كتير قبل كده، يعني ابتدي بنفس الجملة اللي هقفل بيها. بتبدأ الاغنية باستمرار عرض الموسيقى باستمرار، لكن المرة دي الآلة مين اللي بتلعب؟ البيانو. الجملة الشهيرة بقى بتاعت نجوم الليل، تان تررام تام، تان تررام تام، مين اللي بيقول له التان؟ الاوركسترا، كل الاوركسترا بيروح خابط الخبطة دي، برضو من باب الابهار ومن باب التعلية الشعورية، تعلية العاطفة داخل الجملة. بعد كده تمهيد قصير قوي لدخول الغناء، تمهيد برضو من مقام الحجاز بقى، بيقولوا في تتابع ما بين الوتريات والخشب. نسيت اقول انه قبل التمهيد ده البيانو بيكون دخل جملته تيرا را را تيرا را را، دي جملة من الكورد. يعني اذا اللعبة كلها ما بين الحجاز والكورد في المزيك، وبنرجع للحجاز زي ما قلنا عن طريق التسليم اللي بياخده الخشب والوتريات. لاحظوا بقى انه دور الكورال هنا في الغنوة دي مثلا مش هتلاقوه غير في اهات بتاعة ظالم وبحبه، بيقولوا كده، وبيقولوا كلمة ليه، يعني هو يقول ليه الظلم، ليه الكورال يقول ليه. وهنا على فكرة مش اعتباطي ده على فكرة، يعني كأنه بيصور لنا ان الكون كله بيشاركه
في اهاته في عذابه، وبيشاركه في تساؤله في الاخر، ليه الظلم، ليه القسوه، ليه يا رب، ليه الدنيا ما تمشيش عدل يعني. تحسه كده على طول. الكوبليه الاول بيبتدي بجمله البيانو اللي سمعناها قبل كده، وبناخد برضو استعراض من فريد، دريت الدمع والشكوى عن الدنيا اللي ما تسوى. وخلي بالكوا بقى من حته هنا، عنده حته بيقول فيها ومين قال الحياه حلوه. فاكرين غنوه الفريد كان اسمها الحياه حلوه؟ كانت كلمات احمد بدرخان، الغنوه الوحيده اللي كتبها المخرج احمد بدرخان ولحنها فريد. فاكرين الجمله الحياه حلوه بس نفهمها دي؟ خدوا بس الحياه حلوه، هنا بيقول ايه فريد؟ ومين قال الحياه حلوه؟ يعني بيستعمل نفس لحنه مره تانية، واخدين بالكم؟ هنا اللي بصها له مأمون الشناوي، قال له مين قال الحياه حلوه يا فريد يا اللي غنيت قبل كده الحياه حلوه. وكانما استعماله اللحن ونفس الكلمه تاني اللي هي الحياه حلوه، كان فريد بيعارض روحه، غنى نفس الحياه حلوه مره مؤكدا، مره الحياه حلوه بس نفهمها، ومره نافيا هنا ومين قال الحياه حلوه. طبعا حركه بمليون جنيه، حقيقي جميله يعني. بناخد نفس ظالم وبحبه بس بكلام تاني، ومين اشكي ويسمعني ومين ابكي ويرحمني الى اخره. الكوبليه التاني بقى مقدمه، بنخش الرصد وبنشوف فريد بقى على طبيعته اللي هو العمر قضيته حزين مظلوم، شجن جميل وسلطانه وجو عالي قوي، بيتصاعد لحد ما يصل الى البياتي في جمله يا رب ايه العمل، دي حكمتك، يائس ومالي امل غير رحمتك. وبنشوفه طبعا بيمارس هوايته في استعراض صوته، بيوصل لجواب النوى للسهم، يعني للصول اللي فوق، يعني عده كده يجي اوكتافين ولا حاجه، حاجة تخوف. وشوفوا طول النفس في يا رب اللي في الآخر. وبعدين بينتهي بتحاور بينه وبين الأوركسترا وهو مصر على كلمة ليه 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 آه ليه إلى آخره، يعني بيكرر السؤال، بيكرر السؤال، ليه ليه الظلم، ليه ليه القسوة، ليه. الأوركسترا هو بيقول مكانه وهو بيقول ليه ليه ليه، مع غنوة وموسيقى من أحلى ما عمل فريد الأطرش، موسيقى وأغنية نجوم الليل، مأمون الشناوي، بيبي المانزا، فريد الأطرش.
بحبه من روحي. Oh,